الداخلي والخارجي. ولكرامة الإنسان. إدريس البصري في لقاء اليوم يعاد بثه في الأوقات. مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء اليوم الذي يأتيكم من العاصمة الفرنسية باريس. ضيفنا اليوم وزير الداخلية المغربي الأسبق إدريس البصري، واحد من أكثر وزراء المغرب نفوذا وأكثرهم إثارة للجدل. سيد إدريس البصري، شكرا جزيلا لك على تلبيتك لهذه الدعوة. لو بدأنا بعناوين الصحف خاصة المغربية، منها يثار اسمك كثيرا هذه الأيام في قضايا فساد محاكمات في المغرب. هناك من يتحدث عن صدور مذكرات اعتقال في حق ابنكم. منذ مغادرتي الحكومة أي في نوفمبر 99، قامت ضجة مفتعلة من بعض الأوساط التي تريد بعد دفن الحسن الثاني رحمه الله أن تدفنني، لأنه كنت أحد المخلصين لجلالته وأحد المنفذين لسياسته. قد يجادل البعض أن لكل نظام رجاله، لماذا لا يذهب إدريس البصري إلى التقاعد الهادئ كما يفعل كل وزراء السابقون؟ ما خلونيش. لم يتركونك؟ أنا لن يتركوا، ما خلونيش، لن يتركوني. أنا أتكلم لك، محمد السادس نصره الله خدا الملك، هي ورثة، فإذا ببعض الناس العاملين معه وهم أقلاء. محمد السادس ورث الملك بموت أبيه، وهم يورثوا الجاه والعمال وكذلك الساعة الكبيرة والجاه الكبير بموتي أنا. إذا لا تعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في المرحلة السابقة للمغرب، تصحيح بعض الأخطاء التي وقعتم فيها لما كنتم في المسؤولية؟ المسؤولية في المغرب هي منقسمة ومتشتتة الأطراف. مسؤولية هناك شعب مغربي واعي، تماشى وجلالة الملك الحسن الثاني دائما ليد في ليد، لا الشعب المغربي بحر نزل. ثانيا هناك برلمان، هناك مؤسسات، هناك قضاة، هناك محاكم، هناك صحافة، هناك رأي العام. لو انتقلنا بالتحديد إلى هذه القضية التي نتحدث عنها، لو بدأنا بقضية الصحراء مثلا، ارتبط اسمك بهذا الملف خلال الفترة التي قضيتها في السلطة. هناك من كان يعتقد أنك كنت تعرف عن الملف أكثر مما يعرفه وزراء الخارجية المتعاقبون في المغرب. الآن أثارت تصريحاتك بعض الجدل. هناك من يرى إذا فشل السيد إدريس البصري في إيجاد حل لمشكلة الصحراء خلال 25 سنة في السلطة، كيف يجدها الآن وهو في منفاه الاختيار في باريس؟ أولاً أنا لا أطالب أو لا أريد أن أكون الرجل الذي يجد حل قضية الصحراء الغربية. أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقروا بمطالبة من المغرب ومن جلالة الملك الحسن الثاني موحد المملكة المغربية. المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية. لكن بعض المغاربة يؤخذون عليك حينما تقول في جملة واحدة الصحراء الغربية والحسن الثاني موحد المغرب، كيف يجتمع الاثنان؟ يجتمع الاثنان لأن الصحراء الغربية اسم دولي واسم جغرافي واسم متداول عليه. الصحراء المغربية راها في وسط المغرب، وأنا اللي كنت من الأولين ولازلت أن أدافع عن الصحراء المغربية، وأنا اللي نظمت الإدارة فيها. ونجي نقول أنا الصحراء الغربية اللي هي مغربية، يجي يقول لك أنا خائن. الخونة هم من يتمشوا بهذا الكلام، ولا أقبل ذلك. وإذا ما جاءت الأقدار وسأكون ذلك
سأبين من هو الخائن ومن هو الصالح ومن هو الطالح. هني وقت الهضره دي. هناك من يقول انك الان توظف هذه القضيه لابتزاز النظام في المغرب الان لان لديك مشاكل معه وانك تغازل خصوم المغرب في هذه القضيه. اسمح لي انا ما عندي اي مشكل مع النظام. فجلاله الملك محمد السادس هو هنا. هو ابن جلاله الملك الحسن الثاني ورامي يدخل حتى في شي راس ولا ذهن مغربي ان ادريس البصري يقول او يقوم اما بكلام او بعمل للمس من جلاله الملك محمد السادس لانه ملك لانه شرعي ولانه اكثر من ذلك ابن الحسن الثاني وانا اقدس الحسن الثاني كما اقدس محمد السادس. ارتبط اسمك شئت ام ابيت باوضاع الحقوق المدنيه والسياسيه في المغرب. لو طرقنا من الصحراء الى هذا الملف، هناك من يقول ان الاوضاع بدات تتفجر بقمعك على راس وزارات الداخليه للصحراويين في مظاهره العيون. كيف ترد؟ ارد بسهوله وبواقع. اقول انه في المغرب واؤكد ذلك وبمعرفه الصحراوي وسيل عن الصحراوي اللي هما في تندوف من السي محمد عبد العزيز سيداتي الاخوان المسؤولين كلهم تما كاين في الصحراء اللي هما موجودين. ولكن الم تصدر تعليمات؟ اسمح لي اسمح لي. هذوك الناس يقولوا لك من يقولون من المسؤولين اللي هما مقربين وكانوا مقربين اليهم عبد ربه وجمس بكاه اللي كنا عنده في هوسطن لاحظ واستغرب كون عند دخول البوليساريو ودخولي عنده في القاعه ديال الاجتماع تصافحنا. هناك كما تعلم لجنة الصفح والتصالح في المغرب. هذه اللجنة التي أسست لدراسة ملفات الانتهاكات التي شهدها المغرب في سنوات ما يعرف بالجمر والرصاص إلى آخره. حالات بشعة من تتراوح بين الاختفاءات القسرية إلى العهد المستديمة لإعدامات خارج القانون إلى الجنون. ألا تشعر بأي مسؤولية شخصية تجاه هؤلاء؟ أكثر من 14,000 حالة. سي العالمي أنا لست بمسؤول عن أي خرق لحقوق الإنسان ولكرامة الإنسان ولكذلك روح الإنسان أو الانتيغريتي ذاتية الإنسان. هذه أنا عبرك وعبر القناة الكريمة أوجه تحدي لأي مغربي مغربي يقول أنه عندما كنت أمارس السلطة قرب جلالة الملك أنني سبق لي أن دست كرامته أو حريته أو تواجد ديالو. هذه الانتهاكات التي تمت وأنت على رأس الوزارة. أنا على رأس الوزارة. الوزارة لكننا مكلفين بالبناء 36 سد. كنا مكلفين بالطرق والمكلفين بالمخابرات بلاتي المخابرات ما كتوكلش الناس. كنا مكلفين بالتعليم بالتدريس بالاكل بالتصحيح بالتطبيب. كنا مكلفين بالهدوء والنظام والسكينه وببناء مؤسسات تمثيليه. وزير الداخليه هو اللي عنده السفاره ديال الشرطه ويعمل المرور. هل وزير الداخليه هو اللي كاين في المفوضيات ديال الشرطه او ديال الدرك؟ وهناك مسؤولين والآن أقولها المسؤولين الحقيقيين عن ما تسمونه وهو قليل جدا في دولة قامت منذ 40 سنة المغرب. وإذا ما قارنته مع الدول المجاورة أو الدول البعيدة أو القريبة ما كنت شي دولة بحال المغرب بحال الدولة ديال جلالة الملك الحسن الثاني والكل عائش فيها والجميع الزعماء السياسيين قائم الحياة ويتمتعون بكرامة وبحلاوة العيش وبحرية الانتقاد ويقولون ما يشاءون. وأنا مشرد في باريس ما عنديش باش نلاقي الشاط. يا سلام. قبل أن نعود إلى التشرد الباريزي تشرد وأقوله وأؤكده وستأتي لجنة دولية للبحث عن إقامتي هنا في باريس. أنا ما عندي شيء، عندي غادي نتكلم وغادي نطلب من جلالة الملك رفع هاد الأمور هذه
ما طربات شاي انا ما غاديش نمشي ضحيه. علاش مالي وكوزير انا الوطني الكبير في المغرب. نعم الاول وعلى المستوى الانساني ماذا ذكرت هذا التشرد، هل تشعر الان ببعض التعاطف مع المعارضين السابقين الذين كانوا مشردين في باريس وغيرها وكانوا ممنوعين من دخول المغرب؟ كليا تماما. واليوم قال لك يا سيدي اجي، هذه خاصك تعرفها، اجي السي ادريس البصري للرباط باش نمشي عند واحد الكاتب العام ديال او نائب الكاتب العام ديال واحد الولايه او عماله، اجي باش تاخذ الباسبور ديالك. هذه اش كتسمى هذه؟ الحقره، الظلم، الاحتقار، الاحتقار ولا اقبله. لكن استاذ دريس البصري، من هناك من يجادل بانك شخصيا على راس الوزاره وزعت مذكره على القنصليات تقول ان التجديد يتم في المغرب بالنسبه لغير المقيمين في كلام الدول. كلام، وهذا لا يمكن ان يصح. واقول لك لماذا؟ لانه كان هناك اتفاق دولي اللي كينظم العمل الدبلوماسي والقنصلي في العالم كله. السفير يقوم باعمال سياسيه والقنصل يقوم باعمال اداريه، لكن يجدد المقيمين، يجدد المقيمين لا 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 والزائرين. كلام كلام كلام. انا كنقول لك الثوابت الدوليه اللي هي مبنيه على القانون الدولي. يا سلام، واخا تقول لك مذكره فعلا ما كايناش، ولو تكون مذكره ما غاديش تتمحي. التنظيم الدولي من مذكره وقعتها وانت ما وقعتهاش، ما يجي توقعني دابا بزاز مني، راه اختراع ديالهم. يا سلام، وانا ريت كنجي المعارضين اللي خداو السلاح ضد الملك، منهم الفقيه البصري، منهم ناس اخرين. لماذا لا تعود الى المغرب؟ لماذا لا تعود الى المغرب وتجدد جوازك؟ علاش نعود للمغرب؟ بالاحتقار. هل تخشى من شيء؟ لا 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 لا، لا لا اخشى شيء، لانه جلس خمس سنين، وقبل خمس سنين 20 عام ولا 25 عام ولا 30 عام هناك قرب جلاله الملك، وكان الكل يوجهوا لي الانتقاد، ما يقدروش يوجهوا الحسن الثاني رحمه الله. والان نعم. راه 50 راه قلبوا كل شيء. نعم. وانا اتحدى واتحدى اي احد مسؤول ان يجد ما هو الان كيتكتب في بعض الصحافه التي هي ماموره وهي مؤجرة. سنأتي على الصحافة، ولكن يبدو أن متاعب السي ادريس البصري تتجاوز دسائس القصر. هناك من يرى على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان أن بعض هؤلاء المغاربة الذين تضرروا، وكما قلت تتراوح الانتهاكات بين الإعدام خارج القانون إلى العاهات مستديمة. أعطينا واحد الإعدام خارج القانون وريني شي واحد إعدام. أما الآن احنا خدمنا مع جلالة الملك الحسن الثاني منذ الستينات، جاء أول مؤامرة ديال 63 ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية باش بغاو يقتلوا الملك في القصر ديالو. ولكن اسمح لي، الناس تبحث عن أبنائها المختفين لحد الآن. اسمح لي، جات 65 مظاهرة ضد الدار البيضاء، جات بعد تدخلات من طرف بعض المغاربة المقيمين في الجزائر عام 67 68، جات كذلك بعد التدخلات ديال 73 بعد هذوك المؤامرات العسكريه ديال المذبوح 71 وديال افقير سنه 1972. هادشي كلشي ديك النهار وانا كنحسب، وطلب منك تحسب انت. المغرب الحسن الثاني ما جمعش اكثر من 1200 واحد، والاجهزه ما جمعتش اكثر من 2200 واحد، وقدمتهم العداله بالضمانه الضمانات الكافيه. أسيدي الدار البيضاء هجمت من طرف مغاربة، مغاربة قح ليسوا إسلاميين كما يدعى أو يد أجنبية لا وجود لها. والآن أنا كنتمنى أن الحكومة المغربية تبين للرأي العام الداخلي والخارجي ما هي اليد الأجنبية التي حركت الدار البيضاء. هي أمر مغربي مغربي، ولا أفوح بأسبابه لأنه مسائل مغربية حتى نكون مغرب. وهذه المينة اسمح لي عافاك، اسمح لي من فضلك، لانه لابد ان نبين شحال تشد من واحد. كم القي القبض على القبض؟ نعم 3000 واحد اللي حكموا و 7200 الذين عذبوا وشردوا. هناك من يرى ان ادريس البصري على راس وزاره الداخليه كان مشغولا بتفتيت الاحزاب اليساريه، بخلق احزاب موالية للحكومه، وتجاهل عن قصد او عن عمد او عن تجاهل التطرف الاصولي. كلام مثير سينمائي يتواجد عند أدمغة وأجناق رؤوس ديال بعد
بعض المسؤولين إدريس البصري وهو الحسن الثاني رحمه الله وأنا دائما في طاعته ولو ميتا. أنا إحنا خارجين من المدرسة الكبيرة، مدرسة ديال التحرر، مدرسة ديال القانون. لم ترتكب أخطاء، لم ترتكب أخطاء في نظرك؟ أبدا أبدا، لأنه نتكلم هكذا ومثلا نتكلم على إفساد أحزاب اليسارية وتقوية الأحزاب الإسلامية. اسمعني، أولا ما كانت أحزاب إسلامية، مسألة ثانية، واش تقولوا بأنه كنا نفسدوا الحياة السياسية اليسارية اللي واش أنا اللي كنتكلم معك دعمت جميع الهيئات السياسية اليسارية، وزعيم اليسار الحقيقي هما جوج الناس، اثنين شخصين، اثنان، أستاذ عبد الرحيم بوعبيد وما أدراك ما عبد الرحيم بوعبيد، والأستاذ علي يعطى. وعندما مات الأستاذ علي يعطى والأستاذ عبد الرحيم بوعبيد جاء أتى آخر ما تبقى ويا للأسف وهو عبد الرحمن اليوسفي. كمسؤول مغربي اقترن اسمك بمرحلة طويلة من تاريخ المغرب العاصم. الحمد لله. نعم. بني في المغرب. نعم. بني في المغرب. ولكن هذا لا ينفي أن وجود انتهاكات. هل أنت ضد عمل لجنة المصالحة مثلا؟ حالة متخيلة. علاش ضدها؟ علاش ضدها؟ لأنك تنفي وجود انتهاكات أصلا. معلوم أنا كنطلب. لا ولكن هذا 15 ألف حالة هل يهيئ لأصحابها؟ 15 ألف حالة بحل المقاومين عندنا في المغرب. لا لا أنا أسمح لي أمام الذين قاوموا وأنا كنت صغير وتبع. أنا أتحدث عن ضحايا المظاهرات في الدار البيضاء ومراكش وفاس. واسمح لي أنا كذلك أتكلم عن من حرروا المغرب، كانوا في الأول 15 ألف. لا موضوع أنا أستاذ بصري مع كل احترامي. أنا حديثي على الطلبة الذين احتجزوا، الذين لم يحاكموا، الذين اختفوا. شكون الطلبة؟ الطلبة اللي كانوا بعدا خصهم يتحاكموا كانوا على الإنام. أقولها لك الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. راه كانوا وراهم الان هما المسيرين المغرب، منهم السي ونعم فتح الله ولاله، منهم السي عبد الواحد الراضي ونعم رئيس البرلمان، منهم السي الحبيب المالكي وزير التعليم الابتدائي والعالي والثانوي ونعم، منهم وناس اخرين ما لا اذكر، منهم السي بعد السي محمد اليازغي. ولكن السي اسمع لي هذاك هما كيحكموا. نعم. يوريونا شي واحد منهم. ومنهم من لم يعش ليحكم. ولكن استاذ دريس مثلا اعطيني اسمي اسم واحد. ما قلته مشهور ومأثور عليك بعد احدى مظاهرات الدار البيضاء، وصفت الذين سقطوا في مواجهات مع الشرطه بضحايا كوميره، اي ضحايا، اي شهيد خبزه يعني. قلتها علنيا. اذا سقط قتلى يعني. الم تندم على هذا الكلام؟ عافاك انا لا اندم على هذا الكلام. لماذا؟ انا رجل سياسي واقول ما اريد تحت قبه البرلمان. إلا وليتو كاع نقولوا هادشي كاع ولا تلكيمي وكذلك قطع الكلام. لأنه مش اسمح لي عافاك الله يخليك أنا نقول لك عافاك. دابا تكلمتي على شهيد الدار البيضاء وشهداء الدار البيضاء. وقعت الزيادة في أثمنة. ناضت هيلالا المهم كنت شي حاضر. وقعت المظاهرة. كنت في السهرة. وأتيت لجلالة الملك الحسن الثاني وقلت له هناك في الحكومة أناس من اللي يقدروا المردودات ديال العمل ديالهم وستقوم قيمة. كان حزب الاستقلال في الحكومة، كان الأحرار في الحكومة، كان يترأسه الأستاذ المرحوم العظيم الأستاذ معطي بوعبيد، وقاموا بهذا العمل. ما لا تتحمل اي مسؤوليه. ما قيموش الحاله امرهم. انا ملي خيبت مشيت عند جلاله الملك مغفور له وقلت له حرفيا انه الامور لا تمر بخير. فوقعت الواقعه ومات 18 فردا. وانا اقول الاتحاد الاشتراكي وعلى الخصوص سي محمد اليازغي شبه هذوك المحرقين والحارقين والأواش مثلهم بسي محمد الزرقطوني. جليسنا لهذا الأسبوع كتاب تكوين الدولة في فلسطين، الذي يناقش أسباب تعثر قيام الدولة الفلسطينية ويركز على دور قمة أوسلو والأداء السياسي والإداري للسلطة في هذا الفشل. هناك
كان إخفاقات داخلية بالأساس، مما أدى إلى تراجع وتيرة تكوين الدولة. الكتاب خير جليس في الزمان، يأتيكم في الأوقات التالية. وصفت للتو الذين تظاهروا ضد الحكومة بالأوباج، هل في نظرك كل من خرج احتجاجا على ممارسة حكومية هو من الأوباج في نظرك؟ لا 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 لا، لكن هناك في آخر المطاف 10 سنوات الأخيرة احنا الاحتجاج السلمي التظاهر، وكانوا ديسيتين ما شنو هم ديسيتين الوقفات والجلسات الاحتجاجية احتجاجية منظمة، كانت المسيرات منظمة، كانت الصحافة تتكلم. لا 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 الى 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 اسمح لي يا عباك، الاحتجاج السلمي باحترام القوانين مرحبا، اما الاحتجاج يبدا بحرق سيارات الركوب طبيسات وبالحافلات وباحراق الحوانيت والمتاجر ديال الناس ولجزري العيالات وذبح الاولاد، هذه ابدا ولن اقبلها ابدا. سؤال اخير حول الاوضاع الحقوق المدنيه والسياسيه في المغرب، هناك من يعتزم المجيء هنا الى باريس ورفع قضايا على ادريس البصري وزير الداخليه؟ مرحبا بهم ويا الف مراحل. انا راني شخصيا واقول لك من الان نهار يجي ونعمل لهم حفله، وداك التهريج كاذبو انا كنقول لك السي العالمي ووجهه. أمل أنت أنت يدار قصر حنا يسكنه.